لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا الدكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية، مدير المركز العراقي لدراسات استراتيجية، عبر سكايب من عمان. دكتور غازي، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. مرحبا، أهلا بك. مع توجه ملايين الناخبين الأتراك لاختيار رئيسهم وبرلمانهم هذا اليوم، ونظرا يعني لخصوصية العلاقة بين العراق وتركيا، كيف بتقديرك ستنعكس هذه النتائج على العلاقة بين العراق وتركيا؟ نعم، شكرا جزيلا. من المؤكد يعني إذا ما تحدثنا عن النتائج فالنتائج في النهاية سترتبط أيضا بطبيعة المصالح المتبادلة بين العراق وتركيا، يعني المصالح التجارية الاقتصادية الطاقوية الأمنية، وكما أشرتم في التقرير مسألة المياه، مسألة الطاقة، وأيضا مسألة البيكيكي يعني حزب العمال الكردستاني والحرب المستمرة منذ 1983 حتى يومنا هذا، واللي استنزفت الموارد الكبيرة بالنسبة للاقتصاد التركي. لكن أنا أعتقد تبقى تركيا تهتم بالعراق باعتباره واحد من الأسواق المهمة للصناعات العراقية وأيضا للصناعات التركية وللمنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات الآلات والأجهزة والمعدات والسياحة بالنسبة لتركيا وغيرها من التفاصيل المهمة. إذن العراق يبقى يمثل سوق مهم للاقتصاد التركي والشرق الأوسط عموما، يشكل قاعدة أساسية في العلاقات الاقتصادية التركية مع دول المنطقة. إذن تستمر نفس الاستراتيجية في الواقع. نذكر أن صادرات تركيا للعراق تشكل حوالي 22 مليار دولار، وهو مستوى مهم جدا أيضا للاقتصاد التركي، إضافة للسياحة العراقية نحو تركيا. بجانب مسألة الطاقة، تركيا بحاجة أساسية للطاقة اللي تستوردها من العراق، كما من إيران، كما من دول الخليج العربي وغيرها من دول المنطقة. إذن تبقى هذه العلاقات الاستراتيجية مستمرة سواء فاز السيد كمال أوغلو أو فاز أو إذن دكتور غازي كما أشرت ستستمر يعني الاستراتيجية نفسها بغض النظر عن النتائج، ولكن بعض المراقبين يرون بأن تركيا بحاجة إلى مبادرة لتطبيع العلاقات أو تصفير المشاكل بين جيرانها وبين تركيا وجيرانها، يعني مدى واقعية هذا الطرح؟ هذا صحيح. يعني نذكر أن العلاقات التركية السورية على سبيل المثال، على الرغم من انعقاد اجتماع مهم في موسكو بين وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا، وتوصلوا إلى نتائج مهمة للذهاب أيضا إلى معالجة وتصفير الأزمات، خصوصا موضوع البيكيكي أو غيرها، مسألة اللاجئين السوريين اللي يقدر عددهم 3.5 مليون لاجئ في تركيا، وغيرها من التهديدات الأمنية اللي تعتبرها تركيا تشكل تهديد للأمن القومي التركي. إذن تصفير الأزمات مع سوريا ملف مهم، أيضا مع العراق. بيكيكي أيضا وفق التقديرات التركية تهدد الأمن القومي التركي، والبيكيكي موجود في مناطق مختلفة في شمال كردستان، وبالفعل يقوم بعمليات ولديه بؤر وأسلحة وتدريب وعمليات عسكرية وغيرها من التفاصيل. وأيضا مع إيران، أيضا يهم تركيا أن تكون هناك علاقات وثيقة مع إيران، على الرغم من أن هناك علاقات استراتيجية خصوصا في مجال الطاقة وغيرها. أيضا نجحت تركيا في تصفير الأزمات مع السعودية، المملكة العربية السعودية، والآن تعود العلاقات طبيعية، كذلك مع مصر بعد فترة من التشنج عادت اليوم إلى علاقة طبيعية، كذلك مع الإمارات، إضافة لعلاقات الوثيقة مع قطر ومع الكويت وغيرها من دول المنطقة. أيضا استعادت علاقتها لا ننسى مع إسرائيل، وهي تحاول تحقق التوازن بين علاقاتها مع إسرائيل كما علاقاتها مع فلسطين والقضية الفلسطينية، إضافة
دول منطقة الشرق الأوسط. أيضا تركيا يهمها إذا ما فاز طبعا السيد كمال أوغلو عودة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لعودة تركيا إلى مناقشة إمكانية أو فرص أن تعود عضوة في الاتحاد الأوروبي، وهذا مهم بالنسبة للاقتصاد التركي، لأن تركيا تحتاج لأكثر من 200 مليار دولار سنويا من أوروبا وغيرها من الدول الرأسمالية الغربية. ولكن دكتور فيصل، يعني يقال أن موسكو وإيران هما من أشد المتحمسين لعودة أردوغان للسلطة، على اعتبار أن منافسه سيذهب مباشرة كما أشرت إلى الغرب وأمريكا، هل هذا صحيح؟ طبعا المنافس السيد كمال أوغلو سيذهب باتجاه الغرب، هذا صحيح، لكن تركيا بحكم موقعها الجيوستراتيجي لن تتخلى عن هذه العلاقة الثنائية التاريخية في مصالحها الأمنية والاستراتيجية والاقتصادية بين الشرق والغرب. تبقى العلاقات مع موسكو مهمة بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للأمن التركي وغيرها من التفاصيل. أيضا إيران تبقى مهمة، لأن نذكر أن إيران المصدر الأساسي للغاز بالنسبة لتركيا، إضافة للعلاقات التجارية المختلفة بين البلدين. إذا تركيا لن تفرط بعلاقاتها التقليدية مع موسكو، كذلك مع طهران، إضافة لدول الشرق الأوسط والخليج العربي، لكن ستعود للاهتمام، وهذا ما يتناقض تماما مع سياسة أردوغان اللي كانت منحازة للشرق أكثر من الغرب. سيكون السيد كمال إذا ما فاز وحزب الشعب الجمهوري وتحالف الشعب منحاز للغرب أكثر مما هو للشرق، مع الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية المهمة مع موسكو. لكن على سبيل المثال صفقة الاس اس 400 للصواريخ، هذه إشكالية لدولة مثل تركيا، عضو في حلف شمال الأطلسي على سبيل المثال، وتمتلك صواريخ روسية تتناقض تماما مع أنماط ونماذج التسلح لحلف شمال الأطلسي. إذن هناك بعض الإشكاليات في الواقع في علاقات السيد أردوغان مع الغرب، وهذه بالتأكيد سوف تتغير، لكن ليس على حساب العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية والأمنية والصناعية الزراعية مع روسيا الاتحادية. طيب دكتور غازي، إقليم كردستان يعد من أكثر المتضررين من الصراع بين البككة والجيش التركي كما أشرت حضرتك قبل قليل، ولكن نتيجة الانتخابات هل ستقود إلى تهدئة في حال فازت المعارضة؟ لأن هناك من يرى أن إذا فاز أردوغان سيكون أكثر تشددا في هذا الملف. نعم، الرئيس أردوغان إذا ما فاز فعلا سيستمر بنفس الاستراتيجية، استراتيجية العمل المسلح، القصف الصاروخي، الطائرات المسيرة، القصف الجوي وغيرها من الأسلحة الضاربة لمواجهة PKK، اللي يعتبر مثل ما أشرت تهديد أمني خطير لتركيا. لكن الطاقم الجديد لتحالف الشعب يذهب إلى إطلاق سراح عبد الله أوجلان اللي معتقل لدى تركيا منذ فترة طويلة وهو مؤسس PKK، وممكن يذهب إلى يعني مفاوضات سلمية سياسية مع قيادة PKK لإيجاد حل سياسي، والحل السياسي ممكن عبر يعني حكم ذاتي، عبر حق تقرير المصير الموثق في ميثاق الأمم المتحدة، وكما حصل في النموذج العراقي، الذهاب إلى حكم ذاتي للأكراد في منطقة الأناضول، وممكن التطوير هذه المسألة بالذهاب إلى نظام فيدرالي أيضا يضمن حقوق القومية الكردية كما حقوق الشعب التركي بمختلف مكوناته القومية، وهذا لا ينتقص من الديمقراطية وتاريخها العريق في تركيا والشعب التركي، وللأكراد أيضا دور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الزراعية الصناعية الثقافية في تركيا وفي تاريخها. إذن ممكن الذهاب عبر
الطاقم الجديد لتحالف الشعب لإيجاد حل سلمي للقضية الكردية، وهذا ممكن يكون مساعد وعامل جدا مهم للعلاقات، تطوير العلاقات التركية مع سوريا، لأن المشكلة قائمة بين تركيا PKK سوريا، تركيا PKK العراق، أكثر منها مناطق أخرى، وبالتالي ممكن يكون نزع لفتيل هذه الأزمة لهذه الحرب المستمرة منذ أكثر من 40 عام تقريبا. طيب، رغم التوتر والصراع بين الجيش التركي والPKK، لكن الأكراد في العراق يتمسكون بعلاقة استراتيجية مع تركيا وأردوغان. في حال فازت المعارضة، كيف يمكن أن تكون العلاقة أو شكل العلاقة بين العراق وتركيا والحزب الفائز حزب كمال كليجدار؟ نعم، يعني نذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بصورة خاصة حكومة أقليم كردستان هي ليس مع انتشار PKK في دهوك وفي غيرها من المناطق في أقليم كردستان، كذلك في جبل سنجار أو في أطراف الموصل. هذا يشكل تهديد للأمن الوطني العراقي وانتهاك خطير أيضا للدولة العراقية، وحدة الأرض، سلامة الحدود، كل هذا هو وضع غير طبيعي في الواقع داخل الخارطة العراقية، الحدود العراقية. وبالتالي حكومة أقليم كردستان كانت علاقتها وثيقة مع الحكومة التركية في عهد أردوغان ضمن هذا الإطار، أنها لا تتفق مع وجود هذه التنظيمات المسلحة اللي تهدد أمن تركيا، وبالتالي استمرت العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية لتركيا دور مهم في البنية التحتية للخدمات في بنائها في إقليم كردستان، المستشفيات، المدن، الطرق، وأيضا في مسألة يعني بيع النفط العراقي عن طريق أو من خلال جيهان وغيرها من العلاقات الوثيقة، إضافة للتجارة بالنسبة لتركيا. المنطقة إقليم كردستان أيضا تعد واحدة من المناطق الاستراتيجية المهمة للعلاقات الاقتصادية أو للتجارة التركية، يعني في مجال الصناعة كما في مجال المنتجات الأخرى، أيضا تستفيد جدا من الغاز اللي موجود في منطقة إقليم كردستان. هناك أكثر من 70 مليون قدم مكعب تنتج في سليمانية يوميا وكذلك في مناطق أخرى، إذا هناك مصالح متبادلة، وأيضا هناك موقف واضح لدى أو من قبل إقليم كردستان برفض استمرار أو تواجد PKK اللي هو تواجد غير شرعي على الأراضي العراقية، ويشكل أيضا انتهاك للدستور العراقي، لأن الدستور العراقي لا يجيز استهداف دول الجوار عبر تنظيمات مسلحة تهدد أمن هذه الدول. وبالنسبة إذا ما ذهبت حكومة أو رئيس الجمهورية القادم السيد كمال أوغلو إلى تسوية النزاعات مع PKK والذهاب إلى تعايش سلمي، وأما عبر نظام فدرالي أو عبر حكم ذاتي، فبالتأكيد المشكلة ستحل تركيا وبالتالي كرديا، لا توجد مشكلة في استمرار العلاقات الوثيقة والمصالح المتبادلة مع الحكومة القادمة ومع الرئيس التركي القادم كمال أوغلو. نعم، دكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية ومدير المركز العراقي لدراسات استراتيجية، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك.